أقفل مساء أمس المزاد الإلكتروني على الأرقام المميزة للوحات السيارات الخاصة من الفئة الجديدة الذي نظمته شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات والذي شمل المزايدة على 40 رقما مميزا بلغ إجمالي دخل المزاد أكثر من 57 ألف دينار في حين بلغ إجمالي عدد المزايدين 100 مزايد وإجمالي عدد المتابعين 5000 متابع الجدير بالذكر أن مجموعة ما تم تحصيله من المزادات الإلكترونية بالإضافة إلى البيع المباشر للأرقام بأسعار ثابتة بلغ أكثر من 961 ألف دينار من أكثر من 1770 رقم، ما يعكس مستوى نشاط سوق المزادات في البحرين واهتمام شريحة واسعة من المجتمع بالمزادات العلنية والإلكترونية.